أهلا بحضراتكم مشاهدي الكرام، وإلى حضراتكم هذا الخبر العاجل، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في باريس مع شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، وذلك على هامش انعقاد قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب باستمرار التواصل مع رئيس المجلس الأوروبي، ومعربا عن التقدير للعلاقات المصرية الأوروبية، ومؤكدا الاهتمام بتطويرها وتعميق الشراكة بين الجانبين، أخذا في الاعتبار التشارك في الجوار الإقليمي المتوسطي وأهمية التنسيق المشترك في التصدي للتحديات الإقليمية والدولية. من جانبه أعرب رئيس المجلس الأوروبي عن تقديره للتواصل مع الرئيس السيسي والاستماع لموقف مصر من القضايا المطروحة، وخاصة في ظل كون مصر شريكا استراتيجيا مهما للاتحاد الأوروبي، ومؤكدا رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات. أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول متابعة تطورات مختلف أوجه العلاقات بين الجانبين في إطار وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروبية حتى عام 2027، والتي تمثل مسارا حيويا للمزيد من تعميق الشراكة المصرية الأوروبية خلال السنوات القادمة في كافة المجالات. كما تطرق اللقاء إلى التباحث بشأن أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث ثمن رئيس المجلس الأوروبي في هذا الإطار الجهود المصرية المقدرة من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه مختلف القضايا والتي تمثل تحديات بالمنطقة وتمس الأمن والاستقرار بدول المتوسط، وخاصة على صعيد استضافة الملايين من اللاجئين على أرض مصر، وكذلك منع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وأيضا تجاه إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط. تم كذلك مناقشة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، فضلا عن مستجدات الأزمة الراهنة في السودان الشقيق، حيث توافق الجانبان بشأن أهمية مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة من أجل تكثيف الجهود لمساعدة السودان على تجاوز هذه الأزمة، وذلك على نحو يراعي مصالح الشعب السوداني في هذا الصدد والأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعاني منها.